ورجعنا لكم تاني في النص الحلو عشان نتكلم عن الزيوت الطبيعية واستخداماتها للعناية بالشعر والبشرة مع ضيفتنا الغالية بالاستوديو سنتس عمر خبيرة التجميل والمختصة بالعناية بالشعر والبشرة. أهلا بيك يا سنتس. أهلا وسهلا فيكي، كل الجماهير بانتظارك. الطريق شوية عريضة يا عيلة كتير. الله يسلمك شوية، معلش. أي والله، فإحنا آسفين على التأخير. بالنسبة للزيوت الطبيعية إذا ندخل دغري فيها فهي عبارة عن بحر كامل من المواد الطبيعية أو خلاصة المواد الطبيعية. في عنا عدة أنواع من الزيوت الطبيعية. عنا زيوت بتكون من المنتجات الحيوانية مثل الأوميجا 3، زيوت الأوميجا 3 وغيرها، وزيوت الأسماك. عنا زيوت بتكون من النباتية، طبعا هون بحر كتير كبير، كل نبات فينا نستخلص منه زيوته. عنا زيوت المعدنية اللي بتكون من زيت البرافين مثل زيت الأطفال، مثل زيت المحركات، مثل زيت هاي الزيوت اللي بتستخدم مثل الفازلين، زيت الفازلين كمان. هاي كلياتها أنواع معددة، كلياتها بتخص البشرة والشعر. طبعا فينا نستخدمها البشرة والشعر عدا زيت المحركات طبعا. ففينا لو يعني ندخل على يعني سندس عايزة تقول كل المعلومات عشان الوقت والله أنا داهمني الوقت، فبدي أحكي لكم المعلومات اللي عندي عشان ما يكون يعني ضيعنا عن عليك مشان. كمان التساؤلات يا سندس، يمكن أنت في الفترة اللي أنت تأخرتي علينا فيها الناس بعتت أسئلة كتيرة جدا كتير حلو. فخلينا نقول إن في حد سأل عن زيت الزيتون للشعر، هل هو مفيد ولا لأ؟ والشعر الجاف هل ينفع مع زيت الزيتون ولا لا؟ هلا زيت الزيتون بعد ما صار هيك تدخلوا فيه وما عادت زيت الزيتون الاصلي اللي بيجي من الارض دغري واللي طبيعي بيكون 100%، صار عم يعطي تنشيفه للشعر. فنحن بنقول بيفيد كتير للشعر كفروه. نعم. استخدامه على فروه الراس كتير كويس، كمغذي عالي جدا، بس لا تستخدميه على الشعر كلياته، يعني على الشعر باقي الشعر لا تستخدميه اذا ما كان فيه اضافات تانية. فدائما نحن زيت الزيتون بنحط معه اضافات تانية مشان يعطي يخفف من نسبه التنشيف تبعيه الشعر. وهلا اذا شفتي صابون الغار اللي هو بخلاصه زيت الزيتون لما بنستخدمه للشعر بدون بلسم بيكون عطى نشفان للشعر. فنحن دائما بنقول هو مغذي جدا عالي لفروه الراس. هذا كزيت الزيتون. انا بدي صبح على ميس اللي عم تسمعنا عم تقول موضوع كتير مهم وانه عندها امتحان، ولكن حابة تسمع النصائح منك. عم تحكي عن تجربتها انه هي جربت زيت جوز الهند للبشره والشعر، عم تقول كتير رائع، وماء الورد وزيت الزيتون. جدا رائع زيت جوز الهند لانه مرطب عالي جدا جدا بسبب الاحماض الدهنيه الموجوده فيه. بس بالنسبه للبشره فهو مثل البوتوكس للبشره. يعني اذا بدك تخفي تجاعيدك، في عندك اي نوع من التصبغات، اي نوع من الحبوب او التهابات، فهو مضاد التهاب عالي جدا. فينا نستخدمه على البشره بشكل مباشر، وفينا نستخدمه للشعر كسيرم. هلا نحن عم نحكي على الشعر الخارجي مو بس الفروه. هو مغذي عالي جدا، فيه أنواع من الفيتامينات كتير رائعة جدا، بس فينا نستخدمه كسيرم كمان للشعر. قصدك إنه ما نحطه على الفروة، نحطه بس على الفروة. وفينا نستخدمه هاي قبل الحمام على الفروة كحمام كريم أو حمام زيتي، وفينا نستخدمه كسيرم للشعر بعد الحمام كنقطتين بس على الإيدين، نفركه ونحطه على الشعر كلياته. طيب في سؤال من علي بيقول زيت المكدوس أول مرة أسمع عنه. بيقول إن هو منيح لتساقط الشعر. تعرفي ليش زيت المكدوس؟ لأنه نحن زيت المكدوس عبارة عن زيت زيتون مع الثوم مع في عنا عدة بهارات وقصص بنحطها مع زيت الزيتون. في عنا أحيانا بيحطوا حتى الفلفل، الفلفل هذا كمان بيعطي محرض للبصيلات الشعر. فصلنا نسميه زيت المكدوس لأنه بناخده من المكدوس دغري بنحطه على الشعر. يعني تنصحي فيه؟ فيه يعني فيه فوائد كتير حلوة، لأنه فيه ثوم. مفيد ولا لا؟ مفيد، لأنه فيه ثوم بشكل مركز جدا. نحن بنحب، إحنا السوريين بنحب نحط الثوم كتير بالمكدوس. فزيت الزيتون لما بتخلخل فيه الثوم بطريقة حلوة، فهي هي كأنك عم تحطيهم مع بعضهم متجمعات. كتير في أسئلة عن تساقط الشعر. لو حط المكدوس نفسه كل المكدوسات كل المكدوسات وحط الزيتات على شعرك. كتير في أسئلة عن تساقط الشعر، وخاصة المي باسطنبول كتير عم تضر الشعر، فشو بتنصحينا؟ هلا إذا بدي من ناحية يعني عنواننا اليوم والزيوت، فنحن بننصح بزيت الصبار جدا رائع، وزيت جوز الهند جدا رائع. فما بالك لو انخلطوا الاثنين سوا واستخدموا لفروة الراس. بأول شغلة انه زيت الصبار منظف جدا عالي لأي ترسبات بتتركها للمي. المي اساسا نحن بنغسلها بنسوي شامبو، بس الشامبو ما انه منظف قوي انه يشن لنا الترسبات تبعيت الكلور اللي بتترك لنا اياها على البصيلات الشعر. فنحن بدنا نسوي منظف عالي بحيث انه يخفف لنا من هاي الترسبات اللي عم تسكر لنا البصيلات، وبالتالي يصير تساقط زيادة. فزيت الصبار مع زيت جوز الهند منه تغذية عالية ومنه
ترطيب ومنه تنظيف كمان، وبنفس الوقت كمان انه بيوقف التساقط وبيعطي كثافه للشعر. طيب كيف استعماله؟ بس استخدامه هو هون المهم، انه نحن لازم ما نترك الزيت انه ننام فيه كانه عم نتركه يوم كامل، ولا لانه الزيت ماده حاميه. لما تنترك على بصيلات الشعر بصير في بينه وبين بصيلات الشعر يعني مثل تقولي تفاعل، فبالتالي بيصير ترطيب داخلي للزيوت. بس صار في ترطيب داخلي للزيت لبصيله الشعر، فبصير استرخاء للبصيله كامل، وبالتالي بتفتح مسامه فبالتالي بتساقط. فنحن دائما احيانا بيجينا سؤال بيقولوا لك استخدمت الزيت لكن صار عندي تساقط. المده المحدده للزيت 40 دقيقه الى ساعه، ويعني نادرا جدا ما نقول الى ساعتين. اكثر من هيك بصير ترطيب داخلي، وبالتالي بترتخي البصيله وبصير تساقط بدل ما يصير اي نوع من علاج التساقط. معلومه مهمه جدا، اظن احنا كثير مننا ممكن يغفل عنها. الاسئله كثيره ظهرت. الربيع بتقول انا بشرتي جافه واعاني منها في وجهي حول الانف، حول الفم واليدين، حول الفم واليدين، ايه الحل مع انها بتستخدم كثير كريمات وفازلين؟ هلا اذا كان في عندها حول الفم نوع من الجفاف وسواد، اول نقطه تقشر المنطقه. تقشر المنطقه، المقشر يكون بملين وشي خشن، يعني لين وخشن مع بعضهم زي الملح مع زيت اللوز، السكر مع زيت الزيتون، وتفركه لمده 5 دقائق تتخلص من الخلايا الميته المتراكمه على سطح البشره. وبعدين تستخدم زيت جوز الهند، كتير رائع لهي الاماكن كلياتها، سواء تصبغات او مثل ما حكينا خشونه او حتى تجاعيد. يمكن في كمان في أسئلة أجتنا عن البروتين. نحن لأنه جبنا سيرة البروتين للشعر، بس على السريع عم يسألوا شو هي بس أنواع البروتين المفيدة. هلأ بالنسبة للبروتينات، إذا كنا نحكي بروتينات طبيعية ونحكي وندخل فيها، فنحن هلأ إذا بدنا كمان نسوي نوع من الاختصاص مع الزيوت اللي عم نحكي عنها، فعندك زيت بذر الكتان جدا رائع كبروتين طبيعي للشعر، وزيت جوز الهند لما بنحطهم مع الصبار بصير بروتين عالي جدا للشعر. هلأ أنا عم بحكي طبيعي مو بروتين يعني الصالونات خاصة إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. لكن إحنا بنتكلم بشكل فعلا زيوت الطبيعية. لكن إحنا معنا اتصال من عز الدين، بس قبل ما ناخد عز الدين أنا بس في سؤال. يحيى كان بيقول الشعر الجاف أستخدم له إيه زيت طبيعي، ولو في عنده بيبي لسه مولود وحابب إن هو يعني ياخد باله من شعره ويعتني بيه، الناس بتقول له احلق شعره على الصفر. إيه هلأ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الحلاقة على 7 أيام. نعم. ما بعد الحلاقة أفضل إشي للطفل الجنين اللي بيكون حديث الولادة هو زيت حبة البركة، جدا لطيف على شعر الجنين. وبعد ما يعني يكبر الجنين ل7 شهور بإمكاننا نزيد على زيت حبة السودا، نحط عليها زيت الخروع. وبعد ما يكبر شوي لبعد 2 سنين بنحط لهم بنضيف لهم إضافة زيت الزيتون. فهي كلياتها مفيدة للشعر، بس لا تحطوا الزيوت بشكل يعني إنه نوع من الزيت يكون حامي جدا، لأنه بشرة الطفل بتكون رقيقة. صحيح. طب هل الطفل بحاجة بالفعل لزيوت؟ يعني هل أحيانا الأطفال شعرهم بيكون نمو أحيانا بيكون فيه هاي القشرة بتكون مزعجة جدا. بتفكر الأمي إنه إذا زادت له زيوت إنه هلا هي صح معاها فكرة يعني فيها وجهة نظر، بس إنه مو إنه الزيت كغذاء. نحن بنحطه كعلاج في قشرة متلاصقة فروة الرأس، بنحط شوية زيت على المهي ومنمشط ليها مشان نتخلص منها. فبالأول والأخير غذاء الطفل الداخلي أفضل له بكتير من أي دهانات خارجية. صحيح. إحنا معنا اتصال من عز الدين، نقول ألو. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله يا عز الدين. يعطيك العافية. الله يسعدك يا رب. ليك سؤال لسيدة سونتس؟ يسأل ضيف كريم السؤال. بس هل يوجد نوع من أنواع الزيوت يساعد للتخلص من القشرة؟ زيت للتخلص من القشرة. حاضر يا عز الدين، اسمعني وهتجاوب على سؤالك إن شاء الله. شكرك. في زيت يا أستاذ سونتس بيتخلص من القشرة؟ أي في زيت، عندك زيت الصبار بيخلصك من القشرة، وإذا كان في أي نوع من الأكزيما أو في نوع من أي القشور، أحيانا بتكون أكزيما أو صدفية بتكون في فروة الرأس، فنحن فينا نحط زيت الصبار نخلط معه زيت الجوز الهند، بيصير كتير مناسب مع بعضهم وبيخلصوا لك من القشرة، وبنفس الوقت بيعطوا ترطيب وتغذية للفروة الرأس. طيب إذا بدنا نحكي العناية بالبشرة بشكل يومي، شو هي الزيوت اللي ممكن نستخدمها بشكل يومي؟ يعني بشكل يومي نحن إذا بدنا نعتني ببشرتنا إنه دائما لازم نحط في بالنا اول شغله انه يكون عنا صباحا ومساء في غسول، وبعد الغسول مساء دائما قبل النوم بعد ما نغسل وجهنا وننظفه يكون عنا ترطيب. واذا كانت البشره بتميل للجفاف اكثر من الدهنيه يكون ترطيبنا عباره عن زيوت، لان الزيوت هي ترطيب عالي اكثر من الكريمات العاديه. اما لو كانت البشره عاديه ودهنيه فينا نضيف الزيت كنقطه او معلقه مع الكريم، فبصير 2 في 1. هاي بالنسبه للعنايه اليوميه. بالنسبه للعنايه الاسبوعيه فينا نضيف فقره التقشير، لانه مهمه جدا. احنا عم نطلع يوميا، الغسول ما عم يشيل لنا كل شيء موجود في المسام،
كل شيء عم ينظف لنا اياه. بالنسبه للعنايه الشهريه او بعد هيك شيء 40 يوم او شهر لازم يكون تنظيفات عميقه بخار ويعني مثل تقولي نفضه مظبوطه انه للبشره كلها. البشره اللي بتصير بالصالونات تنصحي هي كل شهر تقريبا؟ كل شهر تقريبا لانه كل 21 يوم تتجدد الخلايا، فنحن بنقول كل شهر بتكون تجددت الخلايا وزتت الخلايا القديمه على سطح البشره. فنحن لما بنشوف بشرتنا بلشت تصير قله نضاره او كتمه فيها او نوع من التصبغات مو منيحه، فعرفي انه في تراكم بالخلايا الميته. انا خايفه لاكون خلصت الوقت بس لا لا لسه يمكن عندنا ناخذ من اسامه دقيقه بس لان في ناس كتير بعت اسئله بخصوص الشعر الهايش والشعر الجاف. ايه هو الزيت؟ يمكن احنا قلنا للتصاق للقشره زيت الصبار. هلا اذا كان شعر هايش وفيه نفشه افضل إشي زيت بذور الكتان او البذور الكتان ذاتها، انت فيك تحطيه على النار تستخلصي منه الجلد تبعيته وتصفيه لبذور الكتان وتاخدي هذا الجلد نفسه وتحطي له اضافات مثل زيت الصبار او زيت جوز الهند، بس إضافات بسيطة كمعلقة صغيرة وتخلطيهم. هي أفضل خلطة للهيشان الشعر، تحطيها على شعرك لمدة تقريبا، لأنه نحن عم نطلب من الشعر مو عم نطلب على فروة الرأس، نحطها من ساعة إلى ساعتين مع أنه كأننا عم نحط صبغة، بيكون نحن هيك بعد ما تغسليها بتحسي بالنتائج فورية مباشرة على الشعر. جميل. يمكن أسامة بيقول لنا خلاص الوقت خلص. نحن عنا كتير لسه أسئلة. والله هو صج علي أنا بعتذر كتير يعني. مشكلة بالعكس منورانا. الله يسعدك يا رب. غالية عندنا. الله يسلمك. ويمكن التساؤلات كتيرة، إحنا نوعدكم. نحن حاولنا جاوبنا على أكتر الأسئلة يعني. إن شاء الله. ونوعدكم إن شاء الله هنعمل حلقة مخصصة عن البروتين وحلقة عن تساقط الشعر، لأن تساقط الشعر مشكلة بيعاني منها الجميع. هو لحاله هذا بده حلقة. بإذن الرحمن. أستاذ فندق سمر أخصائية التجميل والعناية بالشعر، شرفتينا وسعيدنا بوجودك معنا. بشكر كل المتابعين وكل المستمعين اللي بعتوا لنا النهاردة تساؤلات أو اتصلوا بينا النهاردة في النص الحلو. ان شاء الله نوعدكم ان شاء الله الحلقات القادمه نلبي كل مطالبكم ومقترحاتكم. سعدت بوجودي معك النهارده نينار. انا اكثر شيماء وسعيده بوجودك سندس وبفريق العمل، يعطيكم الف عافيه. بنلاقيكم مستمعينا الاسبوع الجاي بنفس الموعد، انطرونا. الى اللقاء.